2325. متوترة وخايفة؟ خايفة شوية. إن شاء الله مفيش خوف. إن شاء الله. يلا. حلو يا ما إلو صابر على جنون الرياح عرم بريش البللو قطر الندي ترغلو صاح عرم بريش البللو قطر الندي ترغلو صاح لبنان. شكرا. شكرا حبيبتي. شكرا. نتذكر حسام ترشيشي من لبنان تأهل للجولة الثانية من البقاع. حسام بدق عود كتير منيح في العين وانت وانا داري بحال. ولو ما صوته عجب اللجنة ما كان عبد الله قام وعطاه كرسي. إذا بقلكم أنا عم بدق قلبي صدو إلي مين الهوى والكل عزالي. شكرا. تفضل. ربا المقداد من لبنان. ربا منا غريبة على البرنامج، قدمت بالموسم الثاني والثالث بس اللجنة رفضتها لأنه عمرها كان صغير وطلبوا منها إنها تتدرب أكثر وترجع. ما في بتعرفينا وقربنا كبرت وتأهلت على الجولة الثانية لأول مرة. يلا روح عم روح مبروك. معقول هالموسم تقدر تثبت جدارتها؟ عز وأغلى وأطيب قلب فسر لي العالم معنى الحب يشاوروا قالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان. شكرا. حبيت. شكرا. المجموعة التانية كتير موترة والأضواء كلها مسلطة على المشتركين تزيد من حدة الضغط بس هيدا كله بينتهي أول ما يخلص الاختبار وبتصير مثل المجموعة الأولى. عيدروس لعيدروس بعرف شو عم تفكروا. عيدروس اجا خصيصا من السعودية وقدم بلبنان. ونسم علينا الهوى من مفراي الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. شكرا. توترونا تطلع قدام نرجع ورا اثنيناتنا لبنانية وإذا هو ربح أنا ما ربحت عادي وإذا أنا ربحت إذا هو ربح عادي كمان كلنا للوطن. نرجع مع المجموعة الثالثة. إجا دورهم تيغنوا قدام اللجنة والمجموعات اللي قطعت قبلهم خبروهن عن رهبة المسرح فالخوف ما في منه مهرب. حاليا أنا ما حس بخوف بس يمكن بعد 5 دقايق يمكن أحس بخوف. أنا من كتر الخوف بطل بعيدني كتر بنا قلقانة جدا وخايفة. 11132. خلي بالك لو ما فيش خوف مفيش نجاح. في خوف بس تفضل. ها مام شو اخبارك؟ بس حبيت اقول السلام انا وصلت الفندق والحين كبر رايح. ماما السلام عليكم. وتقول لكم تحملوا فيني يعني لان انا
بيبي كيوت يعني. أقرب الناس أنت يا نظر عين، وبعد الناس أنت وانت في عيني. أقرب الناس أنت يا نظر عين، وبعد الناس أنت وانت في عيني. السلام عليكم. عبد المجيد إبراهيم، السعودية. قال انا خاف والله يا مجرى المي، وبسلم عليهم عليهم، وصبن الفرقة عليهم، وباشتقنا إليهم والله ما ريدا بليني. شكرا، نشوفك ببيروت. نتذكر أنوشكا أو إما لأنوشكا. الفرحة كانت كبيرة عليها لما تأهلت بنتها للجولة الدين. أنا أنوشكا، هي رحلة حلوة قوي، بس أنا أول مرة أركب طيارة، ف يعني كانت صعبة علي شوية. هالمرة أنوشكا بلبنان وبعيدة عن إمها، والغربة صعبة، والنتيجة اليوم يمكن تكون أصعب. تضربك الأيام ترجع لي. أنوشكا حست حالها ما غنت منيح ومنا كتير مرتاحة للنتيجة. غنيت حلو بس ما وصلتش للي أنا كنت عايز أوصله يعني. بهالأثناء المجموعة الرابعة دخلت على المسرح، ومن بين هالمجموعة في منتصر تأهل من الأردن بعد ما قدم للمرة الثانية مع خيو مؤيد. بالموسم الماضي منتصر مؤيد تأهلوا على المرحلة الثانية. أنت منتصر على بيروت يلا. بس ما حدا منهم كفى المرحلة الثالثة، وهالموسم اختلف الأمر. منتصر لحاله راح يكفي المشوار، ومؤيد ناطره بالأردن. أكيد راح تكون مرحلة صعبة كثير وفي منافسة أكيد يعني. كانت الأيام بقلبي دمع بتجري، وانت تحلالك دموعي وهي عمري. والله ما بعرف، الأصوات الموجودة كلها حلوة كثير. في كثير صعوبات، مطار بغداد تعب الإنسان شوي. انت خلص مبروك حبيبي. أنا بعد عليك خليك حبيبي. ماشي ماشي. بين ايديا واحس انك بعيد، ذوب احضاني مثل قطع الجليد، وعلم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، احلى طعم الحب اكيد. شكرا، إن شاء الله موفقين بالاختبار. تفضلوا. عايز أقول لك حاجة يعني، منتصر منتصر حلو آه، بس غير مميز بالنسبة لي. أخبارك إيه؟ كويس. كويس؟ مستعدة ولا لا؟ لا مستعدة. اسمع، المرحلة الثانية شو احساسك هلا؟ شوية خوف بس شوي عندي عزيمة اني اوصل، وان شاء الله بوصل وبكمل. لخبرك شغلة، هلا اول مرة فت فيها على السوبر ستار كنت خايف اكثر من هلا اكيد. هلا انكسر شوي الجليد يعني، هلا فايت على اللجنة ذاتها مرة ثانية. خفت من اراء اللجنة هلا مثل ما قالوا؟ طبعا اكيد، بما قالوا انه المرحلة هاي انه اصعب من ما كانت عليها قبل، فاكيد حتكون اصعب. ان شاء الله يا ربي يوفقك. ان شاء الله ما ترجع على الاردن. لا ان شاء الله. لا موفقه. لا عليك الله، الله عليك الله، غمرتني في حبك انت ما
المحبة كلها. شكرا. بحر الغرام ميته أحلى من السكر، واللي الهوى غيته لو دقها راح يسكر. شكرا، تفضل.